مرحبا مواليد برج الثور، كيف بده يكون شهر أيلول سبتمبر شهر التاسع سنة 2023؟ هو شهر كتير حلو بالنسبة لمواليد برج الثور، في تغييرات كتير كبيرة، في ظروف كتير حلوة، وفي دعم مهم جدا من الشمس. الشمس الموجودة ببرج العذراء في الجزء الأول من الشهر من تاريخ 1 حتى 22 عم تعطيكم دعم كتير كبير من بيت القدرات والمهارات وبيت النجاح وبيت الإنجازات، وطبعا الأمور العاطفية مثل زواج وخطوبة وحب ورومانسية. خلال هذا الجزء في عنا قمر جديد في برج العذراء يوم الجمعة تاريخ 15. هذا التاريخ بيعطي مواليد برج الثور القدرات الهائلة من الحظوظ. إذا بدنا نروح شوي أكثر، بنروح إنه هيدي الشمس الموجودة ببرج العذراء سواء مع قمر جديد أو من دون قمر جديد، يعني من تاريخ 1 ل 22 في عنا مثلث فلكي كبير، ثلاث مثلثات بين الشمس الموجودة ببرج العذراء، بين برجكم، وبين كوكب بلوتو يلي موجود ببرج الجدي. يعني في تأثيرات كتير كبيرة عم تدعمكم بهذا الجزء الأول، وما في حدا بيقدر يوقف بوجهكم. فترة ممتازة، بدنا نضيف عليها تأثيرات كوكب المشتري يلي رح بتعوض، رح بتساعدكم لحتى تعوضوا عن كل تأخير وكل مشاكل. عنا عطارد ببرجكم عم بيركض راكد عم بيساعدكم، عنا عفوا بالبيت الخامس عم بيركض ركض لحتى تخلصوا اشغالكم، عندنا كوكب المريخ الموجود بيت السادس، بدكم تنتبهوا للامور الصحيه، يمكن تتعبوا حالكم، الاكسرسايز اللي عم تعملوه احيانا بيكون متعب، بيكون في جهد كتير لانكم متحمسين، هذا شيء طبيعي، فانتبهوا خاصة بالايام الاقل حظا. وايضا في عنا تأثيرات جيدة لكم من حتى من القمر يلي رح يقطع، في عندكم يومين رائعين بكل اسبوع. هيدا الجزء الاول. اما بالنسبة للجزء الثاني فبيبدأ بتاريخ 23 حتى اخر الشهر، الشمس رح بتكون بالبيت السادس ببرج الميزان، وفي عنا اكتمال للقمر في برج الحمل بتاريخ 29. الجزء الثاني تنحكي عنه، الجزء الثاني متعب لكن منه مستحيل، بمعنى انه لا يوجد امور مستحيلة، لا يوجد صعوبات هائلة، في احتمال يكون في عندكم نتائج ممتازة باهرة حتى بتدهشكم وبتدهش الاخرين في هذا الجزء الثاني، لكن ما كنت تعرفوا انه فترة تعب والايام الاقل حظا رح بتكون متعبه جدا ومزعجه، فكونوا منتبهين. هون انا بنصحكم تروحوا طبعا للايام الاكثر حظا يلي رح اذكرها، وهذه هي الايام يلي رح بتساعدكم تكونوا من ابرز الاشخاص في محيطكم، فعلا ممتازه. المشتري معكم ما رح يترككم، تاثيرات حلوه. هلا اورانيوس بعده عم بيزقزقكم، بعده عم بيحمل تاثيرات غريبه عجيبه، ولكن في عنا كمان بلوتو رح بيضل يعطي شوية تأثيرات. هلأ بعرف تأثيرات حلوة، بعرف انه مواليد برج الثور عم بيعانوا، بعرف من تعليقاتكم، بعرف من الكتيبة اللي عم تكتبولي اياها، يمكن عم تتشكوا وعم تقولوا امتى بدنا ننبسط، بدكم تبلشوا تنبسطوا شوي 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 شوي، ما في شيء عجيبي، يعني ما في عجائب. هلا كل واحد بيشتغل لحاله بيمشي الحال، وهذا الاسبوع هذا الشهر رح بيساعدكم. هذا الاسبوع عفوا هذا الشهر افضل من شهر الثامن، هذا الشهر افضل من الشهر الثامن، لذلك حضروا حالكم، تاثيرات رائعه من اول الشهر لاخره. اوكي، لكن طبعا الشهر الجزء الاول هو افضل. بدي ركز شوي على القمر المكتمل في برج الحمل يلي هو بتاريخ 29. هذا القمر هو قد يكون عامل يسبب شوية إرهاق وتعب، يمكن تعب صحي نفسي أو جسدي، بدكم تكونوا كتير منتبهين، وهي فترة من الفترات الأقل حظا، لذلك بدكم تنتبهوا. يعني بيتابعني بيعرف أيمتى يتفادى الأعمال الصعبة، المجازفات والأمور الضرورية، يمكن أحسن أنكم تأجلوها ليوم في حظ أفضل. المواليد الأكثر حظا فيها تكون 4 5 و6 أيار مايو، لكن بالأيام الأكثر حظا يلي بدي أذكرهم كل مواليد برج الثور بيكونوا محظوظين. في عنا تأثيرات حلوة كتير لمواليد 19 أيار مايو، هيدي من بلوتو، وفي عنا الضغوط رح بتكون عند مواليد 13 و14 أيار مايو، هيدا طبعا عم بحكي بكل الشهر.
لما بدي احكي عن القمر الجديد في برج العذراء البيت الخامس، هذا معناتها في حب، في زواج، في انجاز، وفي فترة رائعة جدا رح تفرحوا فيها، رح بتكونوا كتير مبسوطين، واحتمال تكتمل عندكم فرحة حلوة. خلونا نشوف الايام الاكثر حظا. رجاء اذا تلخبطت حطوا لي كومنت انه بس لصلح، احيانا لانه كله ارقام بس لحتى تشوفوا كله ارقام، فبس لما يمكن اذا تلخبطت رجاء حطوا لي كومنت، رح احاول انه ركز. الايام الاكثر حظا والتوقيت هو توقيت عالمي، بتزيدوا عليه 3 ساعات بيطلع لكم توقيت بيروت الصيفي. الايام الاكثر حظا لموالي برج الثور، تاريخ 3 ابتداء من 3 بعد الظهر حتى تاريخ 5 الساعة 8 المساء توقيت عالمي، يعني 8 المساء توقيت عالمي، بتطلع الساعة 11 بالليل توقيت بيروت. فترة رائعة تاريخ 13 من الساعة 5:30 صباحا حتى تاريخ 15 الساعة 6 الا ربع المساء توقيت عالمي. فترة رائعة تاريخ 22 من الساعة 8:30 مساء حتى تاريخ 24 الساعة 11:30 المساء قبل منتصف الليل. بنروح للايام الاقل حظا، عندنا تاريخ 1 ابتداء من الساعة 1:30 بعد الظهر حتى تاريخ 3 الساعة 3 بعد الظهر توقيت عالمي، يعني 6 المساء توقيت بيروت. فترة متعبة تاريخ 10 من الساعة 4:40 بعد الظهر توقيت عالمي حتى تاريخ 13 الساعة 5:30 صباحا. بيرجع عنا فترة متعبة تاريخ 18 من الساعة 5 صباحا توقيت عالمي حتى تاريخ 20 الساعة 2:10 بعد الظهر. تاريخ متعب هو تاريخ 24 من الساعة 11:30 المساء قبل منتصف الليل حتى فجر 27 الساعة 1 فجرا. وأيضا في عنا فترة فارغة جدا جدا من الحظوظ، هي تاريخ 29 الساعة 1 فجرا حتى آخر الشهر. تابعوني مع الأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل. إلى اللقاء، باي باي.